اخر شيء. اذا عندي هون لو قررت اعمل هذا الموديل هون سنجل انبوت سنجل اوتبوت، يعني هي احد الاوبشنز للموديلنج. ليش على فكره انا مهتم بكل العمليه هاي؟ لاني مهتم بايش؟ مهتم بالسيستم داينامكس. لو انا كل اللي بدي اياه ستاتيك موديل كان بقدر اقول انه ات ستيدي ستيت بعد فتره رح تصير درجه حراره هون، اذا انا غيرت الانبوت هون رح تصير درجه حراره هون بعد فتره طويله، بس انا مهتم بالترانزيت. مش انا هون رح احس انه هذا الموديل هذا الاوتبوت بدا يتغير وانه هو مش مطابق للي بدي اياه، مش بدي اخذ اكشن ارجعه للي بدي اياه، هذا رح ياخذ وقت. وممكن هذا الريسبونس يكون مقبول او مش مقبول. مين اللي بيعاني من درجه الحراره الغلط هاي اللي هون؟ البروسيس اللي بعدها اليوزر، مش هيك؟ واليوزر راح يقول لي انا طالب منك تخلي لي درجه الحراره هون بدي اياها دائما على 50. درجه الحراره هلا باللحظه هاي 56، انت المفروض اخذت اكشن نزلتها رديت من 56 ل 50، والريسبونس تبعك الرايز تايم تبعك اوكي بهاي اللغه اخذ حوالي 7 ثواني لرجعتها من 56 ل 50. انت ما حققت اليوزر ريكويرمنت اللي انا طلبتها، لاني انا كنت طالب منك تنزل درجه الحراره الرايز تايم او الفول تايم بالحاله هاي، كان بدي اياه المفروض يكون 2 سكندز. اوكي، اذا السيستم داينامكس مهم. وممكن الاقي وقتيها انه انا البامب اللي ركبتها هون غير كافيه، اوكي بدي بامب اكبر حتى اقدر فعلا اني الحق بالضبط وانزل هاي، او درجه الحراره هاي غير كافيه. وانا درجه الحراره هون مثلا عمالي بشتغلها على 30 والمفروض اني ابردها ل 20 حتى تقدر فعلا تعطيني اليوزر ريكويرمنت اللي طلبه اليوزر الموجود. اذا انا هون الموديلنج اللي احنا سميناها السيستم داينامكس الماده، مش هيك اخذتوها؟ شو كان اسمها؟ السيستم داينامكس ولا موديلنج اند سيميليشن لما انتم اخذتوها؟ موديلنج اند سيميليشن، مش هيك؟ ولا سيستم داينامكس؟ نفس الشيء، عمال بنقول هاي البلانت في لها سيستم داينامكس، هاي البلانت السيستم داينامكس هي فانكشن اوف الثيرمال ريزيستنس اللي موجوده هون، حجم هذا التيوب الفوليوم اللي موجود فيه في داخله او الماس الموجوده فيه في داخله لها علاقه بالسبيسيفيك هيت كاباسيتي تبعت الفلويد اللي موجود هون، هاي كلها بقدر اطلع منها اذا كانه هذا سنجل اوتبوت سنجل انبوت سنجل اوتبوت. يعني عندي هون بس يو وعندي هون واي، واذا اطلع ترانسفير فانكشن بين يو واي مش هيك، فاف اوف اس شو بتساوي؟ بتساوي الاوتبوت مش هيك على الانبوت. ليش حطيت هدول الكابيتال ليترز كبار؟ لانهم تحولوا صاروا اس دومين. تمام، بالاس دومين هدول لابلاس ترانسفورمز، مش هيك؟ لابلاس ترانسفورمز للهاي، وعمالي بقول انه العلاقه ما بين الانبوت والاوتبوت الدايناميك ريليشن شيب ما بين واي اوف اس ويو اوف اس از كابتشرد باي اف اوف اس. اف اوف اس بتربط بين هدول الاثنين، وراح يكون عندي اذا انا مثلا فرضنا انه كان عندي الانبوت يو اوف اس او يو اوف تي، ممكن اقرر تكون استراتيجيه تبعتي انه انا بتحكم بالفلو ريت اللي هو دبليو سي اوف تي، او بدنا نسميها هون كابيتال سي اوف اس، هاي صارت الانبوت. وعلى فرض انه كونستنت انه ثيتا اسيومينج ثيتا سي كونستنت، او استراتيجيه ثانيه اني قررت اغير درجة الحرارة الفلويد اللي هون واثبت الفلو ريت، فالاوبشن الثاني انه يكون عندي يو اوف اس او يو اوف تي هو ثيتا سي. شايفين لما عملتها فاريبل شو حولتها مباشرة؟ حطيتها فانكشن اوف تايم، اوكي؟ او اللي هي بالاس دومين رح تكون هيك مضبوط، ورح يكون عندي اسيومينج انه اوميجا دبليو سي كونستنت. طبعا هدول هاي هذا بقدر اطلع موديل وقتيها، بطلع موديل للبلانت هاي في الحاله من الحالتين هدول سنجل انبوت سنجل اوتبوت. اذا بدي اشتغل على يو 1 ويو 2، اذا بدي احول هذا السيستم ويكون عندي هون انبوت يو 1 وانبوت يو 2، هذا بتدرسوه في موديل كنترول، اللي مش ماخذ موديل كنترول بصير بقدر اطلع موديل للبلانت لانه صار عندي 2 انبوتس 1 اوتبوت، وهدول كابلد الاثنين، ممكن اقدر اعملهم دي كابلينج، ما بعتمد عليها.